الله يشفي الجميع. وبالعودة إلى موضوع تضامن الرياضي مع أحداث غزة، ينضم إلينا عروة قنوات، إعلامي رياضي من غازي عنتاب. صباح الخير. صباح الخير يا عروة. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية الزملاء. أهلا وسهلا فيك عروة. هل يمكن فصل الرياضة عن السياسة برأيك، وإذا في أمثلة؟ لا ابدا، لا يمكن فصل الرياضه عن السياسه ما دامت المباريات تبدا بالاناشيد الوطنيه ل يعني كل الدول في ما عدا طبعا مباريات الانديه. لا يمكن فصل الرياضه عن السياسه ما دامت هناك قوانين توضع او بنود توضع في عقود اللاعبين من اجل ان لا يتفوه ومن اجل ان لا يتحدث، ومن ثم تصبح العمليه ازدواجيه معايير فيما يخص زينشينكو الاوكراني وفيما يخص محمد النني المصري. لا يمكن فصل الرياضه عن السياسه ابدا. يعني شفنا فرق فعلا كانت مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي، وفرق كانت معارضة لهذا الاحتلال ووقفت مع الشعب الفلسطيني وشعب غزة بالتحديد. تبعات هذا الموضوع سواء اجتماعيا أو حتى على المستوى الرياضي على المجتمع ككل؟ لا، واضح جدا انه يعني القاره الاوروبيه وقعت في ورطه كبيره في يعني في زلزال واحداث 7 اكتوبر. يعني الكل متوقع ان تكون امريكا داعمه للاحتلال الاسرائيلي على المستوى الرياضي والانساني وكذا، وهذا الشيء نحن ما بنختلف عليه ابدا، ولربما يكون هناك ايضا بعض الاصوات في الدول العربيه تكون على الحياد وتكون داعمه للاحتلال الاسرائيلي. ولكن الورطه التي وقعت بها أوروبا هي أما إرث سابق، يعني فيما يخص إن كان الهولوكوست، فيما يخص أيضا النازية، فيما يخص المحرقة كما يقال، وإما في عملية أنهم ناصروا أوكرانيا ضد روسيا. صحيح. ونحن نناصر أيضا أوكرانيا، وأنا وأنت مع أوكرانيا في وجه الاحتلال الروسي، ولكنهم الآن يريدون للجميع أن يصمت. يعني وواضح جدا الوضع في ألمانيا وكأنه تصفية حساب سابق، ولكن يعني اللي بيخزل الجميع هو الموقف الفرنسي. هذا الموقف الفرنسي المتقدم بعملية السجن والطرد وإلغاء الوكالات. لربما يعني كنا نتوقع مثلا من رابطة الأندية الإنجليزية في إنجلترا أن تكون أكثر حزما مع الأندية ولا اللاعبين. لا، موقف ليفربول متقدم، الشوارع في لندن أيضا متقدمة، وتركت رابطة الأندية الإنجليزية بعد التحذير تركت حرية التصرف للأندية ولجماهيرها. طبعا ما بدنا نحكي عن السلتيك الاسكتلندي وعن الأندية الأيرلندية لأنها يعني ذات أيضا حركات يسارية سابقة. رح نحكي بالتفصيل عن هذه الأندية، ولكن اللاعب الأشهر عربيا محمد صلاح تم مهاجمته جدا. برأيك لماذا تمت مهاجمته بهذا الشكل العنيف، خاصة أنه صمت لفترة طويلة بعدين انتشر له فيديو وكأنه يقرأ، وكثير الناس قالت أنه هذا من صنع الذكاء الصناعي، ما رأيك؟ يعني محمد صلاح على المستوى الإعلامي أنا لا ألومه، يعني على مستوى عملنا الإعلامي لا ألومه، لأننا نعرف حجم الثقة يعني على هذا المحترف وعلى هذا اللاعب وعلى شخصيته المؤثرة. ولكن من ناحية شخصية، من ناحية عروبية إنسانية، نوجه له العتب. يعني بيقال لك لماذا تحشر الرياضي ولماذا تحشر المحترف في هذه القضايا؟ هل يستطيع أن يغير؟ نعم يستطيع أن يغير. الراحل دييغو أرماندو مارادونا قلب الدنيا رأسا على عقب في إيطاليا عندما كان ينظر إلى نابولي ومدينة نابولي على أنها أول بوابة باتجاه أفريقيا. والراحل أيضا بيليه الجوهرة السوداء غير كل النظرة إلى القارة الأمريكية الجنوبية، حتى مواقف سقراط البرازيلي الذي كان دكتور وكان بنفس الوقت معارض للحكم في البرازيل استطاع أن يؤثر. محمد صلاح يستطيع أن يؤثر، نحن لا نطلب منه أن كان أن يحمل رشاش وينزل إلى الشارع ولا أن يرتدي الكوفية، فقط أن يقول يعني
تماما يعني. ولكن يعني حجم الضغط على محمد صلاح، في عنده مشكله الكابتن محمد صلاح طبعا مع التحيه والمحبه، بانه وقت اللي ما لازم يحكي بيروح بيحكي، مثل قضيه عمرو ورده والتحرش في المنتخب المصري، ولما لازم يحكي يقول كلمتين فبتلاقيه بقى بلش يستشير ومحامين وحكايات لحتى يطلع له هذا الفيديو اللي شكرا طبعا لمحمد صلاح. ولكن كان يجب ان ينظر وأن يتذكر بأنه جداريات في قطاع غزة يبدو أنها تدمرت الآن، كانت تحمل صور وصور الكثير من النجوم العرب اللي بيحتفي دائما فيهم أخوتنا الفلسطينية. طيب كيف تقرأ اليوم يعني ردود الفعل العربية حول محمد صلاح أو حتى حول المواقف الأوروبية الرياضية من القضية الفلسطينية؟ هلا واضح جدا انه يعني الملاعب العربيه اشتعلت، يعني ان كان السياسات في هذه الدول العربيه تتحدث عن ضبط النفس وان كانت خجوله وان كانت متقدمه، ولكن الملاعب العربيه والرياضيين العرب ما في مره يعني تم قمعهم. ولكن يعني يمكن ان يوجه سؤال يعني لاخوتنا في الامارات العربيه المتحده، يعني شو بيشكل مؤنس دبور يعني بالنسبه لتقدم الكره الاماراتيه ولتطور الكرة الإماراتية كي يكون موجودا يعني داخل الدوري الإماراتي؟ يعني اللي بيجيب إنيستا بيجيب مؤنس دبور الإسرائيلي، يعني هذا اللي بده يرفع سوية كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة. واضح جدا بأنها حركة من حركات التطبيع، وواضح جدا أنه اللاعب حتى غير مؤثر لدرجة أنه ما حدا جاب سيرته في وسائل الإعلام. ولكن واضح أيضا أن اللاعبين العرب في إنجلترا وفي بعض الدول كان لهم مواقف عبر وكلاء القانونيين يعني، وهذا ما جرى على مستوى انجلترا وعلى مستوى عديد الدول، حتى بدأنا نشاهد بيانات متوازنة. أنا لا أقف عند بيان تشيلسي المتعاطف تماما مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا على بيان أرسنال الذي أغمض العين عن زينشينكو وذهب باتجاه محمد النني، ولكن أتحدث عن ليفربول، عن ما يجهزه جمهور ليفربول في المباريات القادمة وعن جماهير عديد الأندية. وواضح جدا أن المبدأ الإنساني طاغي في التعاطف مع غزة على مستوى إنجلترا. بالعودة إلى الأندية الألمانية المؤيدة للاحتلال، برأيك يعني ما السبب؟ هل هذا يعود إلى مرحلة الهولوكوست والتكفير عن ذنوب مرحلة سابقة؟ هلا في شغلة لازم يعني نأكدها، أنه الكلام اللي عم تحكي حضرتك صحيح. يعني هناك نظرة على أن لا يقع الألمان في فخ، وخاصة أنه يعني كل ثلاث أربع سنوات بتطلع لهم حكاية عن طريق لاعب نجم مثل اللاعب الألماني من أصول تركية مسعود أوزيل الذي تعاطف مع أقلية الإيغور في الصين وأدخل يعني الحكاية في شوربة كما يقال. الألمان معظم الأندية يعني كان لها رؤساء من الديانة اليهودية، عندك مثلا نادي ماينز الشارع المؤدي إلى النادي هو باسم أهم مؤسس للنادي وهو أويغن سالومون، وهو الذي جرد من عضوية النادي في عهد النازية في العام 1933. فجاء الآن الكابتن يعني المغربي أنور الغازي لكي يكتب من النهر إلى البحر، عاشت فلسطين حرة، وواجهوه بحسب قانون العقوبات الألماني الفقرة 140 التي تتحدث عن جريمة ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط. يعني على مستوى نادي بايرن ميونخ، نادي بايرن ميونخ معروف بالتزمت يعني مع الاحترام طبعا لطريقة لعبه يعني وللأجيال التي مرت في النادي البافاري، ولكن له فئة عنصرية كبيرة بين مشجعين النادي. ورغم هذا الأمر كان هناك حديث فقط مع نصير مزراوي، ما هو فحوى تصريحك أو تغريدتك؟ فنصير مزراوي قال أنا لا أدعم الحرب، أنا مع السلام، أنا ضد الحركات الإرهابية، أنا أريد لكل الشعوب أن تعيش بسلام.
السلام، فأصدر النادي بيانا يقول بأن النادي البافاري لا يدعم حركة حماس وهو مع الأبرياء. الجالية اليهودية المختصة في الأندية اليهودية حصرا في ألمانيا قالت موقف بايرن ميونخ جيد وموقف مزراوي متأرجح وغير صادق، لأنه لم يذكر لفظا كلمة إسرائيل، يعني عم يدققوا عليه تدقيق، ولكن أعتقد بأنه نصير مزراوي حلت مشكلته، ولكن عديد اللاعبين تنتهي عقودهم. هلا بألمانيا عقدة الذنب موجودة، يعني مو فقط موضوع اللاعبين وكرة القدم، يعني المجتمع ككل على طول في عن عقدة الذنب تجاه اليهود. بالمقابل الأندية الاسكتلندية رفعت العلم الفلسطيني بالمباراة الأخيرة مثل ما بنعرف بكل مناسبة عم ترفعه وتحكي بهذه القضية، وهي مؤيدة لهي القضية منذ عقود. كيف فينا نفسر هذا الشيء؟ وقد هن عظيمين، وجه لهم تحية أيضا لو ما فهموها بالعربي. في اسكتلندا وايرلندا يا صديقتي هناك حركات تحرر يساريه سابقه عرفت عبر التاريخ، وعلى راسها كان رابطه عشاق نادي السلتيك، مش فقط السلتيك، نحن نقول ليس غريبا على السلتيك، ولكن المنتخب الايطالي، يعني منتخب ايطاليا لكره القدم في العام 1982 عندما كان الاحتلال الاسرائيلي يجتاح بيروت ويجتاح لبنان، فاز المنتخب الإيطالي بكأس العالم وأهداه لمنظمة التحرير الفلسطينية إبان رئاسة الزعيم الراحل ياسر عرفات. الموقف أيضا الإيطالي، موقف المنتخب، مواقف عديد النجوم واللاعبين والأندية هي مع القضية الفلسطينية، ومثلها في اسكتلندا وفرنسا أنا برأيي تحت ضغط وضربات الكثير من عشاق كرة القدم، ستتراجع عن الكثير من المواقف المخزية، ومن بينها الموقف الأخير. إذا كنا نفهمه من ألمانيا فلا نفهمه من فرنسا اللي من المفترض باريس هي عاصمة الحريات والإنسانية في العالم. 100%. أي شيء حابب تضيفه بختام فقرتنا أستاذ عروة؟ لا، أنا حابب أتشكركم على هذا المحور، وحابب أضم صوتي لصوتكم، وأتمنى يعني السلامة لأهلنا في غزة في فلسطين. إذا كان في عنا بعض الكلمات نقولها، يعني هي إن شاء الله هذه المأساة تمر على خير، والنصر إن شاء الله لأصحاب الحق، ودائما فلسطين داري ودرب انتصار إن شاء الله. شكرا لك عروة قنوات إعلامي رياضي، كنت معنا من غازي عنتاب. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا لك يا عروة. شكرا، يسعد صباحكم.